أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. معكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة جبنا لكم عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1999. العربية فبريكة بره وجوه بدون أي دهاء. العربية فيها 4 فرق كاوتش جديد، وكمان المكنة بحالة جيدة. العربية فيها رخصة لمدة 4 شهور. العربية مش محتاجة أي مصاريف نهائي. العربية فيها كمان طقم عدة كاملة. نسيبكم مع الفيديو وبعدين هنقول لكم على أسعار العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية، وعلى فكرة ممكن البيع كاش وقسط وتسهيلات كمان في القسط. السلام عليكم. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1999. سعر العربية 115,000 جنيه، والسعر قابل للتفاوض، وعلى فكرة ممكن البيع قسط. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012-328-96-601. سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1999. سعر العربية 115,000 جنيه، والسعر ممكن التفاوض عليه والبيع كمان قسط. للتواصل مع بائع العربية على رقم 012-328-96-601. استنونا في مواضيع جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجبك الفيديو أو استفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.